السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا سهلا بنتي. الله يطول عمرك بنتي. الحمد لله. أستاذ أنا عندي الله يخليك بغيت تدي معايا وبغيت كي لا تلقى لي زعما شي حلول هكا. يا ربي يا ربي. يا ربي أمين. عندي بزاف الحوايج الناس ضاعت في الدار ما تنفهموش غيمة ولا هادشي ما بقاتش بيناتنا المحنة الخوت. أيها بنتي. ولا كل واحد يعني عنده شي حاجة كيجربها غير لراسو ماشي زعما كان الآخر اللي ما ما خدمش ولا ما يوضحش ولا شي حاجة ما بقاتش ليك المحلة. لا إله إلا الله. حتى لي باغون شوية تبدلوا الأم كتبقى هذيك الحنان ولكن الأب بحال كيولي كيروم غير ديك الجهة ديك اللي ماشي أنا شي حاجة حيت يعطيو هو ما عطلش ولكن هي بحال هذوك هما اللي زعما طلعت فيهم النتيجة كما تنقولوا والآخرين اللي ما واخا قراو واخا شواهد واخا سميت واخا يعني مستوى دراسي ولكن ما ولات الفرديات داكشي اللي ما كانش يعني كأسرة قارية كلشي خارق كلشي واعي كلشي هذا ولات الفرديات ولات لا إله إلا الله داك اللي ما عندوش ما خدامش واللي ما لا إله إلا الله. الله يفرجك بنتي سارة الله يحفظك بنتي سارة شكرا لك بنتي سارة شكرا لك ودموعك عندنا غالية دموعك غالية كيف كيف دموعك يا بنيتي ربي يحفظك ويصلح شبابك ويكون لك ولي ونصير. سارة بهذا الكلام أشارت بأصبعها إلى حالة مرضية خطيرة ربما أصابت الكثير من الأسر وهي تبدو لي في نظري المتواضع هي أخطر من فيروس كورونا. فيروس كورونا سهل نستعمل الكمامة نستعملوا مواد تعقيم نظفوا يدينا نديروا مسافة تباعد احنا سالينا من 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 كورونا نديروا التلقيح لا اول ثم الثاني انتهت بالنسبة الينا كورونا. لكن هذا المرض الذي اشارت اليه سارة صار في المجتمعات المغربية وفي مجتمعاتنا كثير اسرنا هذا شيء مفزع ومقلق وهو غياب المودة داخل الاسر. كتخلك داخل الاسرة هنا القضية ما عندها علاقة بالنقابة العمالية ما عندها علاقة بالتدبير الحكومي ما عندها علاقة بالتنافس الحزبي نخليه هذا العالم كله بعيد علينا. هذا عالم ديالنا المرض منا المرض داخل بيوتنا المرض داخل نفوسنا من المسؤول عنه نحن كل واحد منا مسؤول. هذه كتسمى أمراض القلوب داخل الأسرة الواحدة كتلقى بأن المفروض أن تكون تجمع بين أفراد الزوج والزوجة محبة ومودة هكذا قال القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكينة كتغصدع على الخصام لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة العشق والغرام هذه المودة المودة ورحمة قد 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 يزيل ذاك العشق قد يدوب قد يموت ولكن كتبقى الرحمة واخا ما يتحملوش بعضياتهم ولكن حتى واحد ما يقدر يأذي الآخر كتبقى الرحمة عايشة بيناتهم. الرحمة كما قال المفسرون هي الأولاد والبنات كينظر المرأة هي أم الأولاد والمرأة كتنظر لأبو أبو الأولاد فكتبقى بين الزوج والزوجة ثم بين الآباء والأبناء. المفروض أن تكون مودة ورحمة. النبي الكريم أمرنا بالعدل بين الأبناء اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم لابد أن نعدل. العدل معناه أنني ندير القسطاس المستقيم بين أولادي ولكن لا بد من التمييز. أي نعم هناك ما يسمى بالتمييز الإيجابي إلا كتغنميز بالولادي غنعطي الحق الزائد للبنت إن كان ولا بد فللبنت كما قال عبد الله بن عباس قال لك لا عندك مثلا ثلاث تمرات غتعطي الدري تمرة وحدة غتشات البنت اللي غتبقى عطاها للبنت علاش حيت البنت عندك غير ضيفة البنت ضيفة غدا أو بعده غتزوج وتذهب إلى بيت زوجها وهي وزهرها إلى ربي كرمها بسي زوج لطيف
وفيه الكرام والجود غيب الرعى. وإلا ابتلاها الله تعالى بسي زوج فيه غير النقير وفيه البخل وفيه الصراخ وفيه العويل، غتعذب على الأقل. كيقول لك كرمها، ما حدا هي بقى بنت في دار باها، خلت تاكل وتلبس وتسعد وتفرح، وخلي زهرها وسعدها ربي اللي يحكم فيه. هذا كيتسمى الرحمة والمودة بين أفراد العائلة وبالخوت. لابد أن تكون المودة بالجيران. هذه المودة والرحمة بدأت كتضيع، وسارة كتبكي الآن حاسة بها، أسرتها قد أصيبت بذلك. ماذا علينا أن نفعل؟ هو علينا أن نقاوم. أيها الأحباب الكرام، الحياة صراع، الحياة كفاح. البكاء ممكن يكون مجديا للحظة من اللحظات، لساعة من السويعات، لكن ليس دوما. يعني من بعد سوف أكفكف دموعي وأقوم منتصبا وأقوم مكافحا للإصلاح. طبعا الكفاح هنا ماشي المقصود به نرفع صوتي ونتخاصم ونضارب، لا، هذا ماشي هو المقصود. هذا ليس بالقوي. القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. أتعلم أن أضبط نفسي عند الغضب. أنني غادي نلقى بعض الناس عندهم ملي كتسولوا كتقول علاش كتغضب، علاش كترفع صوتك، يقول لك ما عرفش. ديك اللحظة لقيت راسي جنوني. يقول لي المشكل هو عندك واحد المرض في نفسك. هذه كتسمى أمراض القلوب، أخطر بكثير من أمراض الأبدان. أمراض القلوب كاين الحقد، كاين الكره، كاين العشب بالنفس، كاين الرغبة في السيطرة، الرغبة في التملك. هذه أمراض، وإن شاء الله غنتكلموا عليها في إلا بقى في العمر بقية، نتكلموا عليها ونعرف أخطارها وكيف نزيلها من قلوبنا. إلى قلبك عمر بذكر الله وعمر بالقناعة بالله، ولا تطمع إلا في الله ولا ترجو إلا الله، هادشي كيدوب يدوب. وكيكون عندك مقابله قيم أخرى، كما قال ربنا عز وجل في العلاقة بين الأسرة، قال لنا مودة ورحمة، ثم قال لنا ولا تنسوا الفضل بينكم. أرجوكم أيها الأحباب، عقلوا على هذه مزيان، عقلوا عليها وتمثلوها في أسركم. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ملي غنتعامل مع الآخر، إما الزوج مع الزوجة، إما الآباء مع الأبناء، إما الإخوة مع الأخوات، إما النساب فيما بينهم، الأصهار، اللويسات، هذو كلهم ما نسوش هذا المنطق القرآني اللي قال فيه الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني في المعاملة كاين معاملات العدل، عطيتيني نعطيك، دونون استقبلتيني مزيان نستقبلك مزيان، ضيفتيني بالكرم نضيفك بالكرم، عطيتيني نعطيك نرد لك. هذا لا، هذا كيتسمى منطق العدل. اما منطق الفضل هو اللي قال فيه الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني غنعطي وغنزيد، ولا انتظر منك العطاء. انا لا انتظر منك العطاء، انا اعطي وسابقى اعطي وساضل اعطي الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى. ولا انتظر منك ترد لي، ما كنتظرش. ولا انتظر منك ان تمدحني تقول لي ما شاء الله داك السيد، داك السيده، لا انتظر لا مدح ولا ثناء. وان قابلتني بالاساءه اصبر، ان قابلتني بالاساءه اصبر. هذا منطق غريب وربما قد يكون صعيب وبعض الناس يرفضه. يا احبابي غير حاولوا تطبقوه وصبروا قليلا، اش غادي يوقع؟ يا سلام يا سلام، الذي سوف يقع تغير عظيم وكبير في النفس البشرية. أن نفسك سوف ينشرح صدرك انشراحا عظيما وطويلا امتداد السماوات والأرض، ما يبقاش يدفك والو، لا قلق ولا توتر ولا غضب، واللي بغى يدير شي حاجة غيديرها وما كيش يدفك والو. كتلقى بأن صفحتك بيضاء، وكل يوم تستيقظ تنسى الماضي وهمومه ومخازيه، وتستقبل يومك طويلا عريضا فرحا مسرورا مبتهجا وسعيدا. وغتلقى بأن ربنا عز وجل لن يتركك هكذا، حاشا حاشا كلا، ربنا كريم ما يخليش ديما تعذب. تقدر تعذب الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الشهر الأول، الشهر الثاني، السنة الأولى، السنة الثانية، ولكن ما غيطولش. لا، ربنا اسمه الكريم، سرعان ما سوف يتدخل بقوته، وسوف يتدخل برحمته، ويتدخل بكرمه، ويتدخل بجوده، وسوف يجمع شملك، وسوف يرفع شأنك، وسوف يجعل رزقك غير منقطع. يقول سيدنا الأولين غير صبر، أصبر وابتسم، غيجعل ربي كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة، وجيبك عمرو ما يخوى.
هكا كيغدو سيدنا الاولين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لنا اللي غيكون قريب مني يوم القيامة. سولوا الصحابة يا رسول الله من سوف يكون قريبا من مجلسك يوم القيامة؟ حتى سيد النبي يوم القيامة في الجنة في الفردوس غتكون موائد الطعام وغتكون مجالس، غنجلسوا في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتحلقون حوله في كرم الله. أش من عطور، أش من بخور، أش من لباس، أش من أرائك، خدم حشم أنوار. الصحابة ملي وصفوا لهم النبي الكريم هذا المشهد جاهم واحد القشعريرة فقالوا يا رسول الله شكون اللي غادي يكون قريب منك هذا المشهد هذا؟ واش المصلون كثيري الصلاة؟ واش كثيري الزكاة؟ واش كثيري الحج والعمرة؟ قال لهم لا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اللي غيكون قريب مني أحاسنكم أخلاقا، امتثل للأخلاق الكريمة، امتثل لها، المحبة، المودة، التسامح، التواضع، خفض الجناح، غمض عين وسد عين، بدل ساعة أخرى، هذا هو الأخلاق. أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا، الموطع يعني الميسر، كتلقى ميسر ديما حاد راسو، راه ماشي ضعيف، راه قوي، راه يديب الحديد، ولكنه قوته يستعملها في الصبر، ويستعملها في امتصاص الغضب، ويستعملها في أنه يعطي ولا ينتظر الأخذ، ولا ينتظر الثناء. أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، هذا هو التعايش، يألفون ويؤلفون، فيما مشى كيدير بلاصتو، يدخل عند العائلة ديما فرحان، في الصباح الباكر كيستيقظ، كيستيقظ فرحان، مبتسم، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباحية مباركة يا عروسة، صباحية باللؤلؤ والمرجان، كلام جميل، كتخلق واحد الجو السعادة في البيت، وخا قتي البارح مضاربين ومخاصمين، ثم كتقنع بالقليل اللي لقيتيها الله يجعل البركة، خبز وشاي، ولا عندك زيت العود حمد ربي وشكره، كل اللي ملقاش. راه كاين اللي عنده الفطور الملكي وفطور الامبراطوري ولكن الشهيه ما عندوش، ما عنده شيء. خليك هكذا الموطعون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون، يعني كيندمج في المجتمع، كيندمج مع العائله، كيندمج مع الاحباب. ما تبقاش تقول لي واش عقلتي ديك النهار اش درتي، واش باقي كتفكر هذيك المره؟ كاين بعض الازواج كيجبدوا نهار العرس داز عليه 30 عام، واش عقلتي بان العائله ديالكم ملي جاو بعضياتهم سبقوا لليهم وخلوا لينا، عطاونا حنا الطعام البارد وخذوا ما التبصيل المزيان، واش عقلتي فلان سبقتو لهم اتاي والحلوى وحنا درتو لنا الروتور؟ واش كيبقى يجبد داكشي القديم داز عليه 30 عام؟ وش حاجه وهذاك امراض في الكثير من العائلات والاسر وكيخلق العداوه والبغضاء. العلاقه المؤمنه واللي قال فيها الله عز وجل الذين يألفون ويؤلفون، من علامات المؤمن اللي غادي يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم انه في التعايش، دغيا كيدير بلاصتو، كيندمج مع الناس، واخا يشوف فيهم العيوب كيسترهم، هو كيشوف غير المحاسن، كيتلاقى مع شي واحد كيقول تبارك الله هذا السيد هذا، داك اللي كيشوف العيوب كيقول لك فلان عندك غدار شفار، عندك كيطعن من الخلف، كيذكر العيوب ديالو واخا فيه. لكن المؤمن لا، المؤمن كيقول لك كان ديك النهار كيصلي، ديك النهار صام رمضان، ديك النهار دار واحد الحسنه، كيذكر الاشياء الجميله، هذا يألفون ويؤلفون. سيدنا النبي ملي الصحابه سولوه اكثر اللي غيكون قريب منك في المجلس، غياكل معك في التبصيل الواحد، يا رسول الله شكون؟ كيفاش غنكونوا موطؤون اكنافا؟ قال ان تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن الى من اساء اليك. صل من قطعك، ما تشدش رجلك. خليك انت عندك الصله بالعائله والاحباب والمقربين، صل من قطعك، خصوصا داك اللي هو يا نكدي ودائما كيجبد المشاكل يقطع العلاقه، سير انت زورو، صل من قطعك، واعفو عمن ظلمك. واحد ظلمك واداك وقال فيك كلام سيء وسبك ومسلك العرض ديالك وجابني يديك، الله يسامح، اعفو عمن ظلمك. واحسن الى من اساء اليك، داك اللي هو اساء اليك انت قابل الاساءه بالاحسان. هادشي كثير النفس البشريه ما تقبلهاش، اش غيشيط لينا هادشي كله؟ غيشيط لك الكثير. بهذه الوصفه سوف يكون عندك بطاقه الانخراط في صندوق التعويضات الالهيه. هناك صندوق عظيم وكبير ملء السماوات والارض كيتسمى صندوق التعويضات الالهيه، بحال صندوق التقاعد، صندوق التغطيه الصحيه، صندوق ديال لاسيناساس، هادشي كله كاين صندوق التعويضات الالهيه.
هو ان ربي عز وجل غادي يعوضك اللي ضاعت لك. ما تبكيش، ما تحزنش، ما تقولش مشى لي رزقي، مشى لي عمري، فديت شبابي. اياك تقول هذا الكلام، لان ربي غادي يعوضك من الصندوق. والتعويض الالهي راه ماشي بالعشرات وماشي بالمئات وماشي بالالوف وماشي بالملايين، التعويضات الالهيه بالملايير. يا سلام يا سلام يا سلام على الاحباب والمؤمنين اللي ذاقوا ديك الحلاوه وشافوا العجب العجب. اسال الله تعالى ان يحبب الينا واليكم الايمان ويزينه في قلوبنا، وان يكره الينا واليكم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب العالمين، يا حنان يا منان، ارزقنا قبسا من نورك، ارزقنا قبسا من نورك. ونحن هذه الايام نعيش في شعبان وعلى ابواب رمضان. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا نور السماوات والارض، نور بصيرتنا ونور قلوبنا ونور ابصارنا ونور اسماعنا ونور صدورنا ونور طريقنا ونور بيوتنا ونور حياتنا ونور بلدنا ونور يا رب مجتمعنا. اجعل يا رب يا كريم حياتنا كلها بالانوار، النور أيها الأحباب الكرام. اللي ملقاش يقرأ سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع. الله الله، بيوتنا، بيوتنا تصير مساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق، العطاء، الكرم، النور الإلهي. غيمشي الشكوى، غيمشي الحزن، غيمشي الألم، غيمشي الشعور بالحقرة. أنا محقور، أنا ما عندي سعد، أنا ما عندي رزق، أنا ضيعوني في حياتي، أنا أعطيتهم ما أعطيت، ما ضاعلك والو. ربي غادي يعوضك تعويضات كبيرة من عنده، من صندوق التعويضات الإلهية وحده، وغادي يغنيك وغادي يدهشك وغادي يجعل في قلبك النور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن كل جوانبنا نورا. اللهم يا رب اجعلنا نور على نور، واجعل أمواتنا في الأنوار، اجعل قبورهم نورا وضياء، اجعل قبور أمواتنا، اجعلها مزارا للملائكة، اجعلها روح وريحان وجنة نعيم. يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات من أحبابنا الذين رحلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، هم الآن في قبورهم وأرواحهم في البرزخ. يا رب اجعل عن أيمانهم نورا، وعن شمائلهم نورا، ومن فوقهم نورا، ومن تحتهم نورا، ومن أمامهم نورا، ومن خلفهم نورا، ومن كل جوانبهم نورا. اللهم يا رب ارزقنا نور على نور، تبلغنا به رمضان على الأبواب، ونستقبله بالإيمان، نستقبله بالرضوان، نستقبله يا رب بالرحمة والمغفرة، ونستقبله بعتق الرقاب من النيران. قولوا معنا جميعا آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.